واحتفالات المملكة في جاردن سيتي، فقد احتفلت السفارة السعودية بالعيد الوطني 87 بحضور شريف إسماعيل رئيس الوزراء، الذي أكد على أن القاهرة كانت على مر التاريخ داعمة للرياض في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، مشددا على وقوف الدولتين الشقيقتين صفا واحدا في محاربة الإرهاب لاقتلاعه من جذوره، والعمل سويا لعودة الاستقرار للمنطقة. فيما أشاد الدكتور علي عبد العال بموقف المملكة مع مصر ضد كل ما يحاك ضدها من محاولات لزعزعة أمنها، فيما أشاد السفير أحمد قطان بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين القاهرة والرياض في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. فقد كان سيدي خادم الحرمين الشريفين حريصا منذ الأيام الأولى لتوليه مقاليد الحكم على التأكيد على أن موقف المملكة تجاه مصر واستقرارها وأمنها وثابت لا يتغير، وأن علاقة المملكة ومصر أكبر من أي محاولة لتعكير العلاقات المميزة والراسخة بين البلدين الشقيقين.